عودة إليكم مشاهدي الكرام في برنامج قهوة الصباح، ومسك الختام سيكون مع العطور، مع الروائح الزكية الفواحة. راح نتكلم اليوم عن ثقافة صناعة العطور. ضيفتنا الكريمة متخصصة في هذا الجانب ولها مجال طويل وباع طويل حقيقة في هذا المجال. أختنا بشرة بنت علي السليمانية مهتمة بصناعة العطور. مرحبا وسهلا يا بشرة، سعداء جدا بوجودك اليوم معنا في قهوة الصباح. صباح الخير. صباح النور. يا مرحبا وسهلا. أنا قبل لا أدخل في عمق التفاصيل، جميل تخبريني كذا والمشاهد الكريم، ما الذي استهواك أساسا في هذا المجال ومتى كانت الابتداء الحقيقية؟ في 2020 بديت أخلط عطور زيتية. ممتاز، مزيج يعني. مزيج أيوة. هوايتي أحب العطور وكذا. حلو. فبديت فيها إني أخلط في البيت عطور زيتية عشان أنتج عطر خاص لي. ممتاز. أيوة. ممتاز. فجاتني الفكرة إني أحول هذه العطور لعطور فرنسية. فبديت فيها بعطري اللي هو خلطت فيه المسك والعود واللفندر واللبان الحوقري، وانتجت اول عطر اللي هو عطر ريماني سميته. اسمه عطر ريماني. ايوه ممتاز. موجود من ضمن البوكس. اي من ضمن هذا الصندوق. أيوة الجميل. أيوة ما شاء الله. أول عطر. أيوة. راح اتحدث اكيد عنها. أيوة. لكن لما كنت تخلطين في البيت يعني، واتوقع مع بدايات ازمه جائحه كورونا بدايات الخلطات في البيت. أيوة. هي العطور الزيتيه. حلو. عادي. حلو. أيوة. ممتاز. ايش كانوا يقولوا لك افراد البيت يعني؟ الكل معجب يعني بالريحه وكذا، والمدح هو اللي خلاني يعني استمر وانزل براند خاص بالعطور. ممتاز. تحسي انه التشجيع والتحفيز في مثل هكذا مشاريع مهم ومطلوب بشده؟ مطلوب، له دور كبير جدا. صديقاتك بشكل عام يعني. أيوة. الاقرباء منك والأصدقاء كانوا زملاء لك العمل يعني. كان لهم دور كبير. ممتاز. أيوة. يعني تاخذين مشورتهم، تاخذين ارائهم. اكيد طبعا. ايوه، خاصه في مجال العطور. ايش كانوا يقولوا لك؟ ايش اللي كان مميز اساسا عند بشر فيه متعلق بهذا المجال؟ بعد ما خلاص سويت الست عطور. كان اللي يميز عطور الدروبس انها ثباتها 48 ساعه. ممتاز. ايوه، وانها عطور مميزه ما مقلده. حلو. ممتاز. أيوة. البراند اسمه دروبس ولا دروبس؟ البراند، البراند العلامة التجارية. العلامة التجارية. أيوة. حلو. ممتاز. أيوة. طيب انا خاطر اعرف يعني عملية المزج هذه ما بين العطور اساسا وما بين الزيوت، خلينا نركز عليها يعني، يا بناء على ثقافة مسبقة في هذا الجانب، هواية. عندك إلمام، عندك إدراك، عندك اطلاع في مجال في العطور ولا لا؟ كانت هواية. هواية بس يعني كنت تعرفي اساسا؟ ايوه، وبعدين الواحد يطلع كيف بمساعدة الأشخاص الثانيين اللي عندهم خبرة في مجال صناعة العطور. حلو. وكذا. ممتاز. عشان كذا سؤال يعني، هل يعني بإمكان أي واحد يقوم بعملية المزج هذه ولا الواحد لازم يكون عنده مهارة معينة، عنده فن، عنده ذوق في اختيار في مزج العطور. إيش أنواع العطور اللي مركز عليها في علامتك التجارية؟ العطور الفرنسية إيش بالضبط؟ في عربية، في عطر واحد عربي. والبقية كلها عطور فرنسية. نعرف أسمائها بشكل عام كذا، والعطور المنتجات المتوفرة عندك الآن مثلا اللي جابتنها مثلا الآن في الاستوديو. أيوة. إيش هذه المنتجات؟ ست عطور. ست عطور، وكل عطر يختلف عن الثاني مكوناته. تخبرين عنها. أيوة. أعطينا شوية نبذة مختصرة. أيوة. أساسا عن أول عطر، بكلمك عن أول عطر اللي هو عطر ريماني اللي هنا موجود. أيوة. هنا. أيوة. من ضمن العطور. هذا عبارة عن مزيج من اللبان الحوقري. والعود والمسك. ممتاز. خلينا لازم يشوفوا المشاهدين على الاقل يعني بشكل عسى انه تطلع الصوره بشكل واضح امام المشاهد الكريم. طبعا نفس العطور موجوده في بوكسات بعد كذا. نفس العطور. ممتاز. هذه هي ستة عطورات. أيوة. في هذا الصندوق الفخم والجميل للامانه يعني. اذا ريماني اللي ابتداتي فيه اساسا. ايوه، عطر ريماني اللي هو مكون من المسك واللبان الحوقري والعود واللفندر، كان من ضمن مكوناته. حلو. والأكثر إقبالا يعني إيش هو؟ والله سؤال جدا صعب. لأنه ما شاء الله كل العطور. أيوة. كل نوع من أنواع العطور لها ناسها ومزاجها. حلو. إيش الأساسيات الآن يا بشرة في مجال مزج العطور أو صناعة العطور بشكل عام؟ نوضح هذا الشيء للمشاهد الكريم يعني الواحد علشان يدخل هذا المجال لازم يكون عنده أول شيء ثقافة في العطور. اللي هي كيف أنا أختار العطر، كيف اختار يعني عطر الدوام غير عطر المناسبات، غير عطر الصيف، غير حلو. عطر الشتاء غير. فثقافه العطور جدا مهمه. ممتاز. اول شيء يكون يعرف ثقافه العطور. حلو. حتى اماكن رش العطر لها ثقافه. يعني ما اي مكان انا ارش العطر. حلو. ممتاز. ممتاز. البعض لما يحاول انه يقوم بعمليه المزج هذه ما تضبط الامور معه،
فوين السر أساسا في هذا الجانب؟ في المقادير أو إيش بالضبط بحيث أنه فعلا تطلع الرائحة رائحة فواحة زكية مثل ما يراد بها من البداية في هذا المزج؟ السر في النوتات العطرية. النوتات العطرية إيش تقصدين فيها؟ الزيوت العطرية. أيوة. يعني خلط النوتات العطرية عبارة عن العطور اللي هي الأحادية مثل الزهور والحمضيات والتوابل والعود والفواكه. ممتاز. فلما تخلط عطر قوي ومعها عطور أخف أيوة. توصل للنتيجة اللي أنت تريدها. حلو. وطبعا كلها بالتقارب. أيوة، ما تخلط عطر تقول خلاص بيطلع أوكي، لازم تقرب. ممتاز. أيوة. ممتاز. حد ما توصل للريحة اللي أنت تريدها. نعم. طيب بشرى، دائما نحن نقول يعني نجاح كل مشروع مرتبط تماما بنجاح العملية التسويقية، فأنت كيف تسوقين أساسا لمشروعك هذا؟ هل مواقع شبكات التواصل الاجتماعي لك حضور مميز فيها ولا لا؟ أيوة الحمد لله، عن طريق الإنستغرام، عن طريق الواتساب. يعني كذا، والمشاركة في المعارض طبعا هي المرتبة الأولى. تشاركي في المعارض. ها؟ أيوة. ممتاز. أيوة، فهي التسويق الأول المشاركة في المعارض. ممتاز. يعني تتقبلين الآراء والانتقادات بصدر مرحب أو لا تزعلين أساسا لو حد كتب لك؟ لا لا أبدا، بالعكس، مجال العطور لازم أتقبل انتقادات عشان أعدل، عشان أرضي جميع الأذواق. حلو، ممتاز. الحين بما أنا إحنا في موسم الصيف، فأتوقع لكل موسم له عطور الخاصة طبعاً فيه. أكيد. فأنت محضرة أساساً لهذا الموسم أساساً عطور معينة؟ يعني أنا دشنت هذه العطور قريب. هذا كلها صيفية الحين؟ هذه العطور اللي عندي ولا؟ لا، ما كلها صيفية. ممتاز. أيوة، مشتركة هذه. ممتاز. أيوة، لكل المناسبات. ولكن تحاولوا قدر الإمكان تكون لكل موسم عطوره الخاصة. العطور الخاصة يعني الصيف يحتاج للعطور الخفيفة اللي هي فيها الحمضيات والفواكه. الشتاء لا، يحتاج للعطور القوية اللي هي فيها عود وعنبر. إيش أبرز المنتجات اللي عندك في الصيف مثلاً الحين؟ الحين العطورات الصيفية. فيجنسيس ومومنت. ممتاز. عطر مختلف العطور صيفي. اكيد. أيوة. سواء في هذا الصندوق او حتى اللي تيجي ريماني يعتبر عطر مشترك. مشترك يعني. مشترك. ايوه. في عطورات مشترك ممكن تستخدمها في كل هذا، لان العطورات الثقيله تناسب الشتاء. ففي عطورات عندي لا هي ثقيله ولا هي خفيفه. حلو. وسط. ممتاز. فهذه ممكن تستخدمها. نعم، احنا تكلمنا عن اصداء ربما في محيط الاسره وربما الاقارب وصديقاتك، لكن بشكل عام عن أفراد المجتمع، الزبائن بشكل عام، كيف تصفي لي ولكذلك للمشاهد الكريم عملية الإقبال والتجاوب والتفاعل من قبلهم؟ إن شاء الله. بالنسبة لتجارب الناس، أيوة. يعني طبعا لما يجيوا المعارض وكذا ويقربوا العطر يروحوا شوية أشوفهم يرجعوا مرة ثانية، فهذا الشيء يسعدني يعني جدا. أيوة. حلو. أيوة. طيب كيف يعني الأدوات التسويقية أساسا لهذا المشروع؟ أنت ذكرت أنه في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك أيضا للمعارض والمعارض فيها. أيوة. لكن بشكل عام أيضا الناس أفراد المجتمع. أيوة. لما يروحوا إلى الركن الخاص بدروبس ويقتنوا مختلف العطور هذه والروائح الزكية، إيش الأسئلة اللي دائما تكون مناط الحديث ما بينك وما بينهم؟ أيوة، أول سؤال يسألوني إياه. أيوة. وين أكثر عطر مبيعاً؟ إيش يقول؟ أكثر عطر مبيعاً. أيوة. أيوة، هذا أول سؤال من كل زبون. إيش رأيك بهذا السؤال؟ أنا أحس أنه متكرر بشكل عام في مختلف المحلات. بس أنا أحس الواحد الزبون يروح ويقول أريد أكثر عطر مبيعاً. أيوة. هل يعني فعلاً تحس أنه هذا السؤال في محله ولا لا؟ أبداً أبداً، ما كل واحد له ذوقه الخاص. لا، كل واحد له ذوقه. يعني أنا ذوقي غير في العطر، أنا بختار لك عطر بس أنا ذوقي غير عن ذوقك. بالضبط. أيوة، أنا أتفق تماماً أساساً مع هذه النقطة. وحتى في الكتب ومعارض الكتب، ما فقط في العطور، ومختلف المنتجات، الواحد يمشي على ذوقه هو، ما على ذوق الشخص أو الناس الأكثر مبيعاً. فهذا السؤال يعني أبداً ما في محله. لا، لكن البعض ما تلومي، قد يكون ما عنده ثقافة أو إلمام أو اطلاع. أيوة. كبير. أيوة. ممكن بالموضوع، وبالتالي يريد الأكثر مبيعاً. أيوة. لأنه لو ما صار أكثر مبيعاً الناس ما راح تتهافت عليه. صحيح. صحيح. طيب إيش أبرز التطلعات اللي حاطتنا في بالك خلال الفترة المقبلة إن شاء الله تعالي بشرى؟ أيوة، أتمنى صراحة إنه دروبس. أيوة. إنه يطلع للعالمية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أكيد هذا إن الشيء يكون براند عالمي يعني بإذن الله. كيف قاسة تمشين بخطواتك الثابتة وواثقة في هذا المجال كله عشان تحققين هذه التطلعات؟ الواحد إيش ينبغي عليه إنه يعمل ويسوي؟ يعني حاليا هي المشاركة في المعارض الداخلية، بعدين الدولية إن شاء الله. ممتاز. وهكذا بإذن الله تعالى. إيه. شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال. بشرى بنت علي السليمانية، مهتمة بصناعة العطور. شكرا لك يا بشرى. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نصل بكم إلى ختام برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم. شكرا لكم من الأعماق
على لطيف المتابع وأكيد الملتقى يتجدد يوم غد دائما وأبدا. نتمنى لكم كل الأوقات الهانئة، دمتم بخير ودام هذا الوطن الغالي الشامخ بمشاعر الثلاثة على شموخ الجبال، في أمان الله.